هذا المعرض الذي يأتي تأكيداً على اعتزازنا وفخرنا بهذه المناسبة الغالية احتفالاً بيوم التأسيس الموافق ل 22 فبراير. يشارك في هذا المعرض عدد كبير من الكليات والأندية الطلابية، الكل مشارك بحماسة وفعالية. سعيدة بمشاركتي في معرض تعرف على تاريخي ليوم التأسيس بجامعة الملك فيصل. أسس هذا البلد على يد الإمام المغفور له بإذن الله الإمام محمد بن سعود رحمه الله، وامتد هذا الكيان إلى يومنا الحاضر. سعيدة اليوم بمشاركتي في يوم التأسيس واللي نتكلم فيه عن أبرز مراحل التاريخ أو تاريخ الريال السعودي.